مين اكتر حد بتحسي ان هو مؤمن بموهبتك قوي؟ غيري. غيرك انت؟ عشان انا يعني ببصم والله. يعني الحمد لله في كذا حد في حياتي. اول حد الايمان الرهيب الشديد الفظيع والتشجيع اللانهائي يعني بابي طبعا، ربنا يخليه جدا، ومامي اكيد وايمي جدا، بس بابي ما اعرفش بحس في حاجه انا وهو كده ما اعرفش زي بعض، حتى في العادات اللي ليها علاقه بالشغل ما اعرفش ازاي يعني، بس فبحس هو، ومن وانا صغيره هو على طول شايف فيا انه انا هبقى مطربه وهبقى ممثله، ويعني عمره في حياته ما قال لي حاجه تضايقني ولا كده ليه علاقه بالفن خالص. ومامي طبعا، بس مامي اكتر حاجه يعني، مامي البوزيتيفيتي بتاعتها بتطلع دايما بتدعي لي دايما، ومامي دايما مركزه كمان في الحاجات المذاكره يعني اللي هو لازم تذاكري، لازم تبقي رايحه حافظه كويس قوي، لازم تبقي ملتزمه، حاجات العمليه في الشغل، عمليه العلاقات مثلا بتاعه الشغل كده يعني. الحد اللي بعد كده بقى قابلته في حياتي شفت الايمان بتاعه بموهبتي جدا، هشام جمال. حقيقي يعني هشام من الناس اللي قابلتها في حياتي كان عندي احلام كتير قوي، الحمد لله بنحققها مع بعض يعني، واحده ورا الثانيه الحمد لله. يا رب نفضل كده على طول. هو من الناس اللي بتشجعني قوي يعني، مثلا انا كنت طول حياتي فاكره انه انا مش هعرف اعمل الحاجتين دول مع بعض. يعني كنت عندي دايما احساس بتاع انه انا لو يعني ان احنا دايما بنتقبل يا الممثله يا المطربه، ما بقاش في يعني، بتلاقي دايما واحده مثلا بتمثل لكن لما تيجي تغني ممكن ما تنجحش أو واحده بتغني تيجي تمثل ما تعرفش تعمل لك اعمال كتير مع بعض. بس هشام الحمد لله عارف يحقق معايا فكره ان انا يبقى عندي البوم، وان انا الحمد لله يبقى عندي فيلم او مسلسل كده يعني. ربنا يا رب. ثانيه اقول الحد برضو اللي مؤمن بيا جدا وتشجيع، وبالنسبه لي احب اقول لكل الرجاله يعني اللي موجودين انه قد ايه لازم تبقى بتشجع مراتك بالطريقه دي، رامي يعني شيء يحترم عليه. ربنا يحميكم لبعض، والله اكبر في عينين كل الحساد والنبي، ربنا يحميكم يا رب.